النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم في المملكة، التي سنبدأها بآخر توقعات درجات الحرارة بحسب النماذج العددية، والتي تشير إلى أن هناك تراجع تدريجي للكتلة الهوائية الباردة بالاتجاه الشمالي والشمالي الغربي، مقابل تدفق بعض التيارات الهوائية ذات درجات الحرارة الأدفأ مما كانت عليه الأحوال. إذا ارتفعت درجات الحرارة هذا اليوم وسادت أجواء مستقرة، لكن غدا يتوقع انتقال هذا الهواء البارد باتجاه المناطق الشمالية الشرقية من المملكة العربية السعودية، تصادف ذلك مع هبوب لرياح قادمة من تلك المناطق. إذا يتوقع أن تميل غدا درجات الحرارة للانخفاض قليلا، ولكن الطقس يبقى مستقرا بوجه عام، وقد يزداد الشعور بالبرودة نتيجة نشاط بعض هبات الرياح في بعض الأحيان. لكن يوم الأربعاء يتوقع أن تتأثر هناك بجبهة هوائية دافئة كما تلاحظون، قادمة أو مترافقة مع رياح دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية، ذلك في مقدمة منخفض جوي مصنف بأنه من الدرجة الثانية. يتوقع أن يتزايد تأثير هناك بشكل تدريجي نهار يوم الخميس. بالعودة إلى توقعات الأحوال الجوية، هذه الليلة يبقى الطقس باردا بوجه عام في العاصمة عمان 6 درجات، ولكن يكون شديد البرودة في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية، وسط توقعات بتشكل الصقيع في تلك الأجزاء وفي تلك المناطق. نهار يوم الثلاثاء يتوقع أن تكون درجات حرارة حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، طقس بارد إلى بارد نسمي مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية. درجات الحرارة العظمى متوقعة غدا الثلاثاء والصغرى الليلة التي تلي القادمة في إربد 16-8، جرش 15-9، عجلون 15-10، وفي المفرق 16 إلى 7 درجات مئوية. في العاصمة عمان 14-8، السلط 16-10، مأدبة 16-8، وفي الزرقاء 17-7. تكون في البحر الميت من 23 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 14 درجة مئوية. الكرك 17-10، الطفيلة 17-11، جبال الشرع من 15-10، إمعان 18-8، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى إلى 22 درجة مئوية في ساعات النهار، تهبط إلى 18 درجة مئوية. في المناطق الشرقية تكون في رويشة 18-6، الصفاوي 18-4، وفي الأزرق من 18 إلى 5 درجات مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، في العاصمة عمان 14-8 يوم الثلاثاء، 16-8 يوم الأربعاء، نلاحظ الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة تتجاوز بها درجات حرارة المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. تتراجع درجات الحرارة بشكل واضح يوم الخميس، تسجل ما بين 11 إلى 6 درجات مئوية مع فرص لزخات من الأمطار بسبب تأثير منخفض جوي من الدرجة الثانية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.